على اي حال دلوقتي الساعه خلاص جت 8 وده ميعادنا مع موجز الاخبار. خلينا نروح لمحمد شاذلي. محمد اهلا بيك مره تانية. اهلا بيك يا جمانه. 8 بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز لاهم الاخبار ياتيكم من التلفزيون المصري. اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الكهرباء. في سياق متصل استقبل رئيس السيسي رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بدءا من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع، وصولا لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس بامتلاك مصر لشبكة كهرباء وطنية شاملة الأركان ومؤسسة على أحدث مستوى لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية، وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا مستجدات شبكة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي والتي تتم بخبرة وتنفيذ مصري خالص. كما تناول الاجتماع آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن، فضلا عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهي المشروعات التي تتكامل مع جهود الدولة لتنمية سيناء، حيث تقام بها البنية الأساسية للربط الكهربائي الإقليمي، مما يساهم في تطوير شبكات التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي في ضوء ما تحققه من مصالح مشتركة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكة الربط. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السيد كريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بشركة سيمنز. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد جو كايزر أطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، معربا عن تطلع سيمنز لتطوير نشاطها الناجح في مصر، خاصة في قطاعات نظم النقل الذكية ورقمنة مجال الصناعة، وذلك على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الشركة بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري موات يلقى دعما ومتابعة شخصية دقيقة من قبل السيد الرئيس. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن التقدير لما حققته شركة سيمنز من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معربا سيادته عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفيا وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وجدد الرئيس السيسي خلال الاتصال التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة فيما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل. من جانبه أعرب الرئيس رامافوزا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات الدورة العادية رقم 37 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار بحث قضايا العمل الأفريقي المشترك. وخلال الاجتماع أعرب شكري عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة على صعيد تحقيق هدف الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ورفع كفاءة مفوضية الاتحاد على نحو يمكنها من تنفيذ الخطط والبرامج المنبثقة عن أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة ردع 2020 التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتستمر المناورة لعدة أيام في إطار الخطط السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. المناورة ردع 2020. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة ردع 2020 التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتي تستمر لعدة أيام، وذلك في إطار الخطط السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. تضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك والفتح ودفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية، واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك المايلز. ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية. ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للعناصر المشاركة، مقدما لهم التهنئة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية التي لا تعرف المستحيل. وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة. حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة. المناورة ردع 2020. تبشر النيابة العامة التحقيقات في حادث أودى بحياة فتاة بحي المعادي عقب محاولة اثنين يستقلان سيارة ميكروباص بانتزاع حقيبة المجني عليها مما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها. كلفت النيابة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وجرى استكمال التحقيقات. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بوجودها في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية. وجهت السيدة انتصار السيسي تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية.
هذا المعرض يأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتباهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل ومصدر دخل للمرأة. فالمرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، ولكن بيظهر إبداعها وتطورها في الحرف اليدوية والتراثية، وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر. أتوجه بالتهنئة للفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر. إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية. ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، وأسجل إعجابي بما قدموه من منتجات متنوعة بتعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر، وأتطلع المزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض. وأؤكد من خلالكم أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الدعم الموجه لسيدات مصر، وذلك لما لهن من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي. وأخيرا أجدد الإعراب عن سعادتي بوجودي معكم اليوم، والذي أتطلع لأن يمثل رسالة دعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها والعمل على نموها والاستمرار في التطور والإبداع. وشكرا. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 79 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97920 حالة. الوزارة أشارت إلى أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتة إلى وفاة 6 حالات جديدة. حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة جائحة كورونا. ميركل تحدثت بعد اجتماع اتفقت فيه هي وزعماء الولايات الألمانية 16 على إجراءات أكثر صرامة لسيطرة على تفشي الفيروس. يذكر أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في الظهور في معظم دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس. قالت منظمة الصحة العالمية أن شباب الأصحاء ربما لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا حتى عام 2022، مع التركيز على كبار السن والفئات الأخرى الأكثر ضعفاً أولاً. أوضحت كبيرة العلماء في المنظمة أنه من المرجح أن يحصل العمال الأصحاء والعاملون في الصفوف الأمامية وكبار السن على اللقاح أولاً، رغم أن تفاصيل تحديد الأولويات لا تزال قيد الإعداد. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة مواصلة بناء سلاح مشاة البحرية الصيني ليصبح من قوات النخبة، ودعا شي إلى بذل جهود أكبر لدفع تحول السلاح وتحسين قدراته القتالية لبناء قوات قوية تضم جنودا لديهم خبرة في الأعمال القتالية والقدرة على القتال تحت ظروف متعددة الأبعاد. حجزت مصر 4 مقاعد في الدور النصف النهائي ببطولة مصر الدولية للسكواش، والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 من أكتوبر الجاري كأحد أكبر البطولات البلاتينية في عالم السكواش، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد تأهل الرباعي المصري نوران جوهر وعلي فرج وهانيا الحمامي ومصطفى عسل. مشاهدينا، خدمة إخبارية جديدة تأتيكم على رأس الساعة.